Sakinme yarım, bana gel, bana gel. İhtiyacın var, sana gel, sana gel. Bir vakit gelirdin, yine gel, yine gel. Sakinme yarım, bana gel, bana gel. Sakinme yarım, bana gel. مرحبا بكم معنا مرة أخرى على قناة الحياة مع سميرة. اليوم جبت لكم وصفة البغرير المنطقة الشرقية يقولوا لها خرينغو. عندنا المكونات اللي خاص يكونوا موجودين عندنا ثلاثة ديال الكؤوس ديال السميدة رقيقة رقيقة بزاف ونص كاس ديال الفورس أو 50 غرام فورس. هنايا ثلاثة كل كاس فيه 100 غرام اذا 300 غرام السميده الرقيقه و50 غرام ديال الفورس. وعندنا الملح حسب الادواق حسب الرغبه عشق صغيره او نص عشق. وعندنا عشق الخميره ديال الخبز. وعندنا جوج نتاع الزا جوج ديال الخميره ديال الحلويات اي ماركه ايديال ولا الزا ولا اي ماركه. وعندنا ربعة الكؤوس ديال الماء دافي. نبداو على بركة الله. يا بسم الله. اولا نحطو ثلاثة الكؤوس ديال السميدة الرقيقة. نضيفو لها نص كاس او 50 غرام ديال الفورس. نضيفو الخميرة ديال الخبز الملح وربعة الكؤوس ديال الماء الماء دافي. يا بسم الله. ديال المدافي جربون هذاك. واخر المطاف هي الخميره جوج ديال الخمارات ديال جوج الخمارات ديال الكاطو ديال الحلوى. نزيدو الاولى ونزيدو الثانيه. دوزناها في هاد الطحانه درنا صبيناها في هاد الاناء. نتوما ديروها في اي اناء بغيتو وتخليوها ترتاح واحد 5 دقائق وبداو طيبو. 5 دقائق يكفي. تغطيوها صافي. نغطوها 5 دقائق من بعد 5 دقائق ونوليو لكم باش نوريكم كيفيه الطهي. بعد 5 دقائق بدينا نطيبوا البغرير ديالنا. الحمد لله ناجح 100% ناجح مزيان. ها ما ملصق مولو. المهم يكون المقله اللي غادي يطيب فيها تكون شي ماركه مزيانه مثلا تيفال ولا نحطو هذه باش نعاودو واحده اخرى معكم. تكون ماركة اللي ما كتلصقش. هنا نعمرو هادي ونفس العبار دايما نديرو نفس العبار.
الكروسه شويه. ما كيبانوا لك دوك الفقاعات، هذا هو الدليل بان البغرير ناجح. ما كيلصق ما والو. صافي هو قرب حتى ما يبقاش هكا بيض، ملي ما يبقاش هكا بيض هذيك البيوضه تتحيد، صافي راه طاب. والعافيه هانتوما توسطا. وما تحتاجوش تدخلوا المقله في الماء بارد وتعاودوا تخرجوها، حيت كاينين بعض الوصفات يقول لك دخليها في الماء بارد تبرديها، مقله عاديه هكا تكون سخونه وصافي. صافي ها النتيجة. المهم يكمل كامل وانا نوليو معاكم. قوي جوج تبارك الله، شوفوا شحال دارو هذيك الكمية اللي عطيتكم، ها شحال دارت كلو مثقب وناجح الحمد لله. غير جربوه ما غاديش تندموا عليه، غادي يعجبكم وساهل المبتدئات غيصاوبوا ان شاء الله. صافي هادي هادو من الاخرين ما بقاتش وحده. هذا بغرير ناجح 100%. الناس طوال صافي هذه هي الاخرى. السر ديال ما كاين يلصق ويكون ناجح هي هاد التيفال. انا هذه عندي تيف ماركه تيفال، تيفال هي لا ميور، ما كاين ماكسيم ولا عندو شي ماركة أخرى، المهم ماركة زوينة ماشي أي مقلة هي اللي طيب بغرير، تكون مختصة لي كخيب، حيت في هادي كنديرو لي كخيب وكاينة كبر منها تا هي ديال لي كخيب، نفس المقلة ديال لي كخيب هي اللي كينجح فيها البغرير. صافي هادي الأخرى. من الاول كيبان الا كان متقب راه ناجح، ما كانش متقب صافي غير ما هذاك العجينه اللي درتو، وكلا درتو نفس الوصفه وطبقتوها ناجح 100%. سمحوا لي عاودت لكم بزاف، هذا ناجح 100% راه خطر ناجح 100%. الحمد لله هيا غادي نحطوها هنا. وهذا دابا البغرير ديالنا غنوجد العسل، تقدروا ديروه بنيتيلا، الاولاد كيبغيو نيتيلا اولا بالعسل والزبده اولا بزيت العود، او اللي ما يقدرش ياكل اللي ده ما ياكلو غير هكاك راه لذيذ رائع.
ها هو بحال كي قلت لكم، ها هو البغرير كيفاش وجد. تقدموه كل واحد والذوق ديالو، كل واحد باش يبغي. الدراري صغار قلت لكم يبغيوه بالشوكولات، كاين اللي كيبغيه، كاين اللي كيدير فيه زيت العود، كاين اللي يدير فيه هكا، كثرة الناس كيديروا فيه هكا الزبدة والعسل. وبصحة وراحة. شوية زبدة كاين اللي يبغي غير بالزبدة، كاين اللي يبغي غير بالزبيدة ما يبغيش يدير العسل. وكاين اللي بغيها عاوتاني غير بالعسل، غير بعسيلة. بالصحة والراحة، بالصحة والراحة. مع السلامة، بصحتكم وراحتكم.